في هذه البلاد، وكونوا على يقين بأن هذه الدائرة ستكبر وستكبر لتصل إلى وصولا إلى حقنا، وصولا إلى انتزاع حقوقنا، ووصولا إلى احترامنا واحترام كرامتنا. أيها العاملات، أيها العمال، مزيدا من الصمود ومزيدا من النضال، وإنكم لقادرون بكم على تحقيق جميع المطالب التي تطالبون بها. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نحن اليوم الوصل وزايدين كذلك بالظلم وزايدين بالضرب وزايدين بواحد العذاب والمسعيد اللي غير قانونيه وغير شرعه. ايها الاخوات، كونوا على يقين بان اذا لم نراضي وما نقول جميعا بان الظلم غيتزاد، ولكن ضروري الان باننا بس نديروا يدفر ونحاولوا أن نوقفوا هذا الظلم اللي نازل على الطبقة العاملة. أيها الإخوة، إنني أشكركم على نضالكم وعلى هذه الوقفة المميزة. إننا نجحنا في هذه الوقفة ونجح برنامجكم.
إطار الحملة اللي دعت لها اللجنة العاملة الزراعيات فرع الشتوكة عتباها نقابة الأحياء والسياحة في عضو في الأحياء الديمقراطية وكتجم بطبيعة الحال لإبراز المطالب ديالهم المشاكل ديالهم المطالب منها توفير الحضانات أماكن العمل كاين زيادة في العشور وإلغاء تمييز الظالم في العمال الزراعيين كاين كذلك توفير وسائل النقل كتشمل الكرامة والسلامة ديالهم كاين كذلك سن قوانين كتجرم كل أشكال ديال أشكال ديال التحرش في أماكن العمل كاين مجموعة ديال المطالب من مطالب العمل وتكتف وتيرة العمل والظلم اللي كيتمارس عليهم أماكن العمل كذلك كتجي في إطار واحد الحملة كديرها البطرونة ديالها البطرونة للهجوم على الفريق النقابي حنا اليوم هنا باش نقولوا البطرونة بأنه العمل النقابي حق ما تخليناش نتخلاو عليه وغنتسقوا عليه وغندافعوا عليه إلى آخر رمق لا خير لكم لا مساومة على الحق النقابي كنوصلنا شعارها هو هذا هو أننا كنفتشوا على الهجوم وكنشيلوا البطرونة على الحقوق ديال العاملة العمال الزراعية بشكل العام والعاملة الزراعية بشكل خاص لأنه كنوصلوا واحد الميزة وواحد العرف لأنه ليس ولأنه مكتبش نقابيا وتحية شركة دابا شركة كوالي تي في يعني كيطردوا الناس بلا سبب ويعني كتكون عندنا يعني كيخدموا ما كيكونش عندهم السوايع وشحال من حاجة يعني حنا بين الحرية ديالنا ملي كنخرجوا مع الربعة تاع الصباح راه كنبغيو نخدموا على وليداتنا وكنبغيو ديك الساعة يقيدوها لينا وكنبغيو شحال من حاجة والسلام عليكم خدام واحد شويه ديال الله يرحم الوالدين الناس اللي عندهم الموقف ولا تحصل ديال كل شيء